مدار الشوطين. البداية كانت من ليما في الدقيقة الخامسة بهدف من كرة رأسية. الهدف الثاني كان عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 42 من تسديدة من على منطقة 18. الهدف الثالث أيضا من نفس الطريقة وليد حسين في الدقيقة 69 في الشوط الثاني. الهدف الرابع جيان في أول ظهور له في الدوري من في كأس الخليج العربي وعلى فريقه السابق العين في الدقيقة 80، ولم يحتفل جيان بالهدف. أما الهدف الخامس في الدقيقة 82 كان عن طريق ريبيرو. هدف العين الوحيد جاء عن طريق كايو في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني والمباراة. على الجانب دار الشوطين، البداية كانت من ليما في الدقيقة الخامسة بهدف من كرة رأسية. الهدف الثاني كان عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 42 من تسديدة من على منطقة 18. الهدف الثالث أيضا من نفس الطريقة وليد حسين في الدقيقة 69 في الشوط الثاني. الهدف الرابع جيان في أول ظهور له في الدوري من في كأس الخليج العربي وعلى فريقه السابق العين في الدقيقة 80، ولم يحتفل جيان بالهدف. أما الهدف الخامس في الدقيقة 82 كان عن طريق ريبيرو. هدف العين الوحيد جاء عن طريق كايو في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني والمباراة. على الجانب دار الشوطين، البداية كانت من ليما في الدقيقة الخامسة بهدف من كرة رأسية. الهدف الثاني كان عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 42 من تسديدة من على منطقة 18. الهدف الثالث أيضا من نفس الطريقة وليد حسين في الدقيقة 69 في الشوط الثاني. الهدف الرابع جيان في أول ظهور له في الدوري من في كأس الخليج العربي وعلى فريقه السابق العين في الدقيقة 80، ولم يحتفل جيان بالهدف. أما الهدف الخامس في الدقيقة 82 كان عن طريق ريبيرو. هدف العين الوحيد جاء عن طريق كايو في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني والمباراة. على الجانب دار الشوطين، البداية كانت من ليما في الدقيقة الخامسة بهدف من كرة رأسية. الهدف الثاني كان عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 42 من تسديدة من على منطقة 18. الهدف الثالث أيضا من نفس الطريقة وليد حسين في الدقيقة 69 في الشوط الثاني. الهدف الرابع جيان في أول ظهور له في الدوري من في كأس الخليج العربي وعلى فريقه السابق العين في الدقيقة 80، ولم يحتفل جيان بالهدف. أما الهدف الخامس في الدقيقة 82 كان عن طريق ريبيرو. هدف العين الوحيد جاء عن طريق كايو في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني والمباراة. على الجانب دار الشوطين، البداية كانت من ليما في الدقيقة الخامسة بهدف من كرة رأسية. الهدف الثاني كان عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 42 من تسديدة من على منطقة 18. الهدف الثالث أيضا من نفس الطريقة وليد حسين في الدقيقة 69 في الشوط الثاني. الهدف الرابع جيان في أول ظهور له في الدوري من في كأس الخليج العربي وعلى فريقه السابق العين في الدقيقة 80، ولم يحتفل جيان بالهدف. أما الهدف الخامس في الدقيقة 82 كان عن طريق ريبيرو. هدف العين الوحيد جاء عن طريق كايو في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني والمباراة. على الجانب دار الشوطين، البداية كانت من ليما في الدقيقة الخامسة بهدف من كرة رأسية. الهدف الثاني كان عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 42 من تسديدة من على منطقة 18.
الهدف الثالث أيضا من نفس الطريقة وليد حسين في الدقيقة 69 في الشوط الثاني. الهدف الرابع جيان في أول ظهور له في الدوري من في كأس الخليج العربي وعلى فريقه السابق العين في الدقيقة 80، ولم يحتفل جيان بالهدف. أما الهدف الخامس في الدقيقة 82 كان عن طريق ريبيرو. هدف العين الوحيد جاء عن طريق كايو في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني والمباراة. على الجانب